يا شيخ أنا حلقت لي يمين، زوجت بنتي قبل شهر، وبعدين حلقت أنها ما تجيب النقشات لها هي ولما ما تجيب النقشات عندي في البيت. قبل الزواج بيوم واحد جاب النقشات وجاب على مدار يومين وميت. إيه أنا حلقت قلت جبت النقشات ما يكون الزواج هذا، والله ما يكون. وبعدين قبلنا وميت بين المشكلة كذا وكذا، وإن المشكلة ديك أكبر وظليت على يميني ما دافع. شكرا يا أخي. أنت زوجتها وتم العقد والحمد لله، أما حلفك إن ما تأتيك بشيء وجاءت بشيء فأنت حنثت في اليمين، تكفر عن يمينك والحمد لله. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. نعم.